عندنا في غزة غالب العجول مسمنة، هل يجوز التضحية بها ونحن لا نستطيع التفريق بينها وبين العمر الصحيح؟ البقر الأضحية لا تجزئ في أقل من سنتين، والإبل لا تجزئ أقل من 5 سنوات، والغنم لا تجزئ أقل من سنة، وعلى خلاف، لكن أكثر أهل العلم أن سنة بالنسبة للظأن، 6 أشهر بالنسبة سنة بالنسبة للماعز، و6 أشهر بالنسبة للظأن، والجمهور على سنة أيضا في الظأن، يعني الظأن والماعز سواء، يعني الماعز تقريبا اتفاق أنه لازم سنة، الظأن بعض أهل العلم قال ممكن 6 أشهر 10 أشهر، خاصة إذا كانت سمينة وكذا، يعني احنا نسميه خروف أو نعجة، زين. أما التيس والصخلة لازم سنة، أما الخروف النعجة الأحوط سنة أيضا، وأما البقر لا تجزئ أقل من سنتين. فقضية أن عجل مسمن وما ندري كم عمره، لا، يشوف ضروسه ثني، يعني الجذع هو الذي يضحى به، الجذع سقط سنونه، هذا اللي يضحى به، يعني لازم يكون عمره 2 سنين فما فوق. اسأل أهل الخبرة يعرفون الأسنان.